اهلا بحضراتكم. اولا هعرف باربعه من اشهر السميعه عندنا، دكتور محمد الباز الطبيب واستاذ طب الاطفال في جامعه القاهره. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. دكتور عصمت النمر استشاري جراحه في الزقازيق انما مؤسس راديو مصر فون مزيكا. اهلا بحضرتك. استاذ ياسين سعيد محاسب وسميع. واخيرا استاذ محمد الالاتي الملحن والناقد الموسيقي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. انا بشوف الجرامافون ده في الافلام وبشوفه في بعض محلات الانتيكات، بس بيبقى ما بيشتغلش، يعني ده شغال. دي جرامافونات حقيقيه؟ اه حقيقيه بجد. دي حقيقيه وشغاله، يعني الشكل مش غريب علينا كلنا بنشوفه، انما ان واحد بقى يشتغل ده اللي ما دي حضرتك السماعة، ودي الأسطوانة بتتحط هنا على القاعدة دي، وبعدين بنملى الزنبلك منافلة. منافلة. هو كل أسطوانة مفروض يتحط لها إبرة جديدة. ليه؟ عشان نحافظ على الأسطوانة، احنا يهمنا الأسطوانة، يعني الأسطوانة لها عمر افتراضي، فلازم كل مره كل اسطوانه يتحط لها ابره جديده، تقوم تحافظي على الاسطوانه وتقدري تسمعي كويس. طب والابره دي تجيبها منين؟ هم عادوا بيصدروا اصلا الحاجات دي؟ انا بجيبها من انجلترا. هم في انجلترا بيصنعوا جرامافون؟ لا ما عادش بيتصنع، بس في بقايا كتير، الابر بالذات كتير، يعني الابر مثلا ممكن اروح اشتري 10 علب مثلا. مفيش مشكله كده. توطي الصوت نحط هنا قماشه مثلا قطنه. ده اختيار هو كده، هو ميكانيكال اصلا، مفيش فيه اي علو ولا فوليوم ولا اي حاجه. يعني لو نوطي نحط قماشه هنا. نوطي نحط هنا نحط فوطه مثلا مفرش اي حاجه. متقدرش تعلي، شوفي الصوت سوبرانو. شوفي الصوت سوبرانو، اديك قلتي حضرتك. احنا لازم نسقف لاسمهان وللجرامافون طبعا. ده محمد الاصبي، الحان الاصبي، الحان المفتري الاصبي، المفتري الاصبي طبعا. شوف اللحن عامل ازاي. انتوا اصحابكم الملحنين دول حتى لو ما عشتوش معاهم انتوا بتتكلموا عليهم وبتاخدوا وتاخدوا معاهم. بنقعد دايما مع دكتور محمد سميع، بنقعد مع دكتور محمد وكده دايما. يعني انا نوقف نسمع الحته السوبرانو دي وبعدين نطفي. تمام كده، تمام كده، تمام يا أسماء.